أظهرت المعطيات الرسمية للهيئة العربية للطوارئ انخفاض نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية مع نهاية الأسبوع إلى 15 فارزة واحد بالمئة فيما بلغت نسبة التطعيم في البلدات العربية 21 فارزة ثمانية بالمئة علما بأنها لا تزال منخفضة مقارنة بالنسبة العامة التي وصلت إلى 38 فارزة أربعة بالمئة. وسجلت البلدات العربية منذ بداية الأسبوع الجاري 2278 إصابة جديدة بالفيروس في المقابل سجلت الصحة الإسرائيلية نحو 24 ألف إصابة في الأسبوع الماضي